حمود يا رايت واقف. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش وش فيه؟ حمود يا سلام الله ورايت لسه حطه من ايدي، لسه حطه من ايدي. لاني ما صرت اتفرج على التلفزيون طاول، لا تلفزيون ولا تليفون، ما دام ما انت بارك عندي بالبيت. ايش بدك فيني انت؟ شلون ايش بدي فيك؟ عم بقول لك هذا الحكي بالبيت. ليش؟ ليش؟ عم تسالني ليش كل عين وقحه؟ لا بتتذكر الوقحه، بتتذكر لما كنت انت عم تتفرج على مصارعه وانا جيت على البيت؟ استوي. انت تتفرج معي المصارعة ها؟ لك ايه المصارعة حمودة بيرك انت لا شغل اللي عندي قوم اشتغل. يلا لك ايش بيه؟ يلا لك ايش بيه؟ ايش بيه؟ لك قد ايش بيه حمودة؟ حمودة ايش بيه؟ ايش بيه؟ اطلع الله يا ربي يا ربي يا مرة بهالايام صارت يعني ايش فيها؟ مرة بهالايام ايه ايش فيها؟ عم تحكي انت من كل عقلك؟ من كل عقلك من نصه؟ يا حمودي يا شيخ انت جنيت يعني؟ عندي 1000 وحدة اذكرك بوحدة ثانية. هات شوف ايش في عندك. طب ماشي ماشي يلا. تتذكر كمان لما كنت بيرك اتفرج على مراد دراب السخن، مراد على المدار وش سويت فيه؟ كمان اه بدي احكي معك قال والله صايت تقول لك بدي احكي له لك دربي ست ما يرد الله معك يلا لا تحب لك يلا روح رجعتي قلبك طلع فيني على البيت طول ما لك رجعه بس اطلع من بس اطلع من هذا البيت طول ما لك رجعه مثل ما قلت لك على البيت مالك رجع دور حركة دور حركة حمودة هيك حمودة تكتب لا تجي تكتب يا شيخ يا عادي ايش بخايف لك ما عم فرد فوت لما فرد فوت لجوا فوت لجوا حمودي بس لا شيء بدي اوس بدي اوس فوت 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 حمودي بدي اوس فوت ما حد راح انت يا كابتن رامبو رامبو هذا رامبو يلا فوت لك اوس 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 لا اطلع اطلع خلص اطلع 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 رامبو هذا رامبو بوعدك من هلا وراي كل يوم نص صبيح نص صبيح نص صبيح نص صبيح حكيم نص صبيح وانت هاد البيت والله بدك كل كلاب اسمك انا عبد الله حكي محمد يا خيي حمودي قوم اصحى قوم قوم عليك وعبد الله مرام بوعد الدنيا كلها حمودي ايش صار؟ ما صار شيء حدا طلع قلت له الحرامي قوصني وساوى اللي ساوى قوص يلا يا شباب قوص وين انا عن توسع انا عن شرفي انا عن شرفه انت عن شرفه لك انا عن شرفه مرحبا للجميع شباب صبايا لا تعزونا الله يفوقكم لاني ما رح نحسن نطلع نقرا التعليقات مثل كل مره لاني بلشنا على النادي جديد والله العظيم تعبانين لدرجه ايدي والله ما بحسن بفتح على الاخير هون انا فظيع عن جد هون انا فظيع يا شيخ والله العظيم شيء ما لا يحتمل بس الحمد لله رب العالمين هي جمعه بس بتعدي ومصورين نحن فيديو شفتوه من شوي هذا الفيديو مصورينه قبل ما ننزل على النادي مشان نتم شغل القناه ايه بس هلا يعني فتره يومين ثلاثه ان شاء الله نرجع مثل ما كنا ونقرا التعليقات مثل ما كنا بس هلا راح نطلع لكم تعليقات بدون ما نقراهم ايه وشكرا للجميع وشكرا يعني لتفهم ولا تعزونا ف
ومعدل الشاب. والله معدلين ميكي. السلام عليكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب ولا تنسوا تعملوا كالعادة لايكو كومنتو سبسكرايبو.